اليوم الثاني والعشرون من شهر حاتور المبارك. سكنى الرب فينا. تعال اليوم يا رب وحل فيا، واملأني من مجدك بروحك القدوس. توسلت إلى وجهك بكل قلبي، لأن رباطات الخطاة التفت علي. حلني من ثقل الجسد الفاسد، وارفعني إلى مجد لاهوتك. دحرج حجر الذات وأنر قلبي، وهبني إيمانا يطرح جبل الكبرياء خارجا. املأني من نورك وأعني في حمل صليبي، وهبني حكمة وصبرا. قدني بروحك الذي يشفع فيا ويعلمني كيف أصلي. أشبعني من شجرة الحياة، واملأ إناءك نعمة وحقا وجمال الفضيلة. اكتب ناموسك في قلبي وفي عقلي، لأهز فيه نهارا وليلا. ربي يسوع، احفظ إناءك من السراك واللصوص والوحوش، واملأه دائما من نور نعمتك. فلتتبدد جميع أجناد الظلمة بقوة لاهوتك يا محب البشر، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين.